اهلا بيكم. النهارده هنشرح درس اسمه الحرباء. يلا نقرا الدرس بعدين هنعرف ايه هي الحرباء. في صباح يوم مشمس بالغابه كانت السلحفاه تختبئ داخل بيتها وتراقب الغابه من بعيد، وفجاه رات كائنا يشبه جذع شجره بنيا يسير بحذر في البدايه، ثم صعد الشجرة وتحول للون الأخضر. يعني إيه الكلام ده؟ في صباح يوم مشمس يعني الصبح بدري كانت الشمس طالعة، المكان ده فين؟ في الغابة. كانت السلحفاة تختبئ داخل بيتها. احنا عارفين شكل السلحفاة، السلحفاة عندها صخرة كده بتقدر تخرج وتدخل فيها، وهو ده البيت بتاعها. كانت السلحفاة دي كانت مستخبية جوه البيت بتاعها وعمالة تراقب الغابة من بعيد، وفجأة شافت كائن شبه جذع الشجرة بالظبط ولونه بني، عشان جذع الشجرة لونه ايه؟ لونه بني. اتفاجئت ان جذع الشجرة ده بيمشي بحذر في البداية، يعني كان بيمشي بالراحة جدا وواخد باله من خطواته. وفجأة طلع على الشجرة، أول ما طلع على الشجرة اتحول لونه للون الأخضر، بقى لونه شبه ألوان ورق الشجرة. هنعرف إيه اللي حصل بعد كده مع الكائن ده، بس نروح الأول نشوف معاني المفردات. أول حاجة الكلمة ومعناها: تراقب يعني تشاهد، هي بتراقب يعني بتتفرج، بتشاهد بتشوف يعني تشاهد، تراقب يعني تشاهد. يسير يعني يمشي، الكائن ده كان يسير بحذر، يعني كان بيمشي بحذر. بحذر يعني ايه؟ بعناية، يعني واخد باله كويس جدا، يبقى بحذر يعني بعناية. صعد، صعد يعني تسلق. تحول، تحول لونه للون الأخضر، يعني ايه تحول؟ يعني تغير. يلا نشوف الكلمة ومضادها. صباح عكس صباح ايه؟ مساء. تختبئ هي مستخبية، عكسها ايه؟ تظهر، يبقى تختبئ عكسها تظهر. بعيد عكسها ايه؟ قريب. البداية يعني الأول عكسها ايه؟ النهاية، يعني في الآخر خالص، يبقى بداية عكسها نهاية. صعد يعني طلع عكسها ايه؟ نزل. يلا نشوف المفرد والجمع. يوم واحد جمعها ايام، الغابة جمعها الغابات، السلحفاة جمعها السلاحف، جذع جمعها جذوع، شجرة جمعها أشجار، لون جمعها ألوان. قبل ما نروح للجزء الثاني عايزين نسأل شوية أسئلة واشوف كنتوا فاكرين الجزء اللي عدى ولا لا. أين كانت تختبئ السلحفاة؟ كانت مستخبية فين؟ كانت السلحفاة تختبئ داخل بيتها، بيتها اللي هو الصخرة اللي هي بتتحرك دايما بيها. ماذا كانت تفعل السلحفاة؟ كانت بتعمل ايه؟ كانت السلحفاة تراقب الغابة من بعيد. ماذا رأت السلحفاة وهي قاعدة بتراقب الغابة كده؟ شافت ايه؟ رأت السلحفاة كائنا يشبه جذع الشجرة. ماذا كان يفعل هذا الكائن؟ كان بيعمل ايه؟ كان يسير بحذر ويصعد الشجرة. يلا نكمل بقية الدرس. بعد ذلك نزل على الرمال وتحول للون الأصفر، ورأت عينيه تلفان في كل اتجاه. فرحت السلحفاة كثيرا عندما رأت الصياد يحاول أن ينقض على هذا الكائن ويقول: لا أستطيع الإمساك بالحرباء. ما أجمل ألوان الحرباء المتغيرة، تغير ألوانها لتحمي نفسها، وأنا أيضا أختبئ لأحمي نفسي. السلحفاة شافت الحرباء دي بتعمل إيه؟
اتحركت بعد ما كانت فوق على الشجرة، نزلت نزلت لحد ما بقت فين؟ ماشية على الرمال. وهي ماشية على الرمال، كلنا عارفين ان الرمال لونها اصفر. اول ما الحرباء مشيت على الرمال لونها تحول للون الاصفر. كمان السلحفاة وهي بتراقب الحرباء لاحظت حاجة مهمة جدا، ان الحرباء عينيها بتلف في كل الاتجاهات. السلحفاة فرحت جدا عشان في حاجة حصلت. ايه هي الحاجة اللي حصلت؟ شافت ان في صياد بيحاول يمسك الحرباء لكن هو مش قادر يمسكها، ففرحت عشان الحرباء بتعرف ان هي تحمي نفسها. بتحمي نفسها ازاي؟ ان هي بتغير لونها على حسب المكان اللي هي ماشية فيه، فبيبقى لونها زي لون المكان اللي هي موجودة فيه، فمحدش بيشوفها. كمان السلحفاة فرحانة ان هي عندها هي كمان حاجة تقدر تحمي نفسها بيها، وان هي بتقدر تستخبى في البيت بتاعها. يبقى الحرباء بتحمي نفسها ازاي؟ ان هي بتغير الوانها. والسلحفاة بتحمي نفسها ان هي بتختبئ داخل بيتها. يلا نروح نشوف معاني مفردات. تلفان بتلف. يعني ايه بتلف؟ يعني تدور. يبقى تلفان يعني تدوران. اتجاه يعني ناحية، راحت في اتجاه معين او ذهبت في اتجاه معين، يعني ذهبت في ناحية معينة. يبقى اتجاه يعني ناحية. ينقض. الصياد كان عايز ينقض على الحرباء. ينقض يعني ايه؟ يعني بيهاجمها، عايز يمسكها. يبقى ينقض يعني يهاجم. المتغيرة. ألوانها المتغيرة يعني المتحولة، بتتحول من لون للون تاني. المتغيرة يعني المتحولة. يلا نشوف الكلمة ومضادها. صعد عكسها نزل. فرحت عكسها ايه؟ حزنت. أجمل حاجة جميلة عكسها حاجة ايه؟ قبيحة. يبقى أجمل مضادها أقبح. يلا نشوف المفرد والجمع. جمع الصياد الصيادون. الحرباء حرباء واحدة جمعها حرابي. الحرباء جمعها الحرابي. اتجاه اتجاه واحد جمعها اتجاهات. جمع نفس نفوس أو أنفس. يلا نشوف الأسئلة. لماذا فرحت السلحفاة؟ فرحت ليه؟ لأن الصياد ينقض على الحرباء ولا يستطيع الإمساك بها. فرحت إن هو حاول إنه ينقض على الحرباء بس معرفش يمسكها. كيف تحمي السلحفاة والحرباء نفسهما؟ بيحموا نفسهما ازاي؟ السلحفاة تختبئ والحرباء تغير لونها. وبكده حبايبي نكون خلصنا درس الحرباء. شكرا ليكم.